هنا بداية الحكاية. احنا هنا في متحف الحضارة قدام نسخة من حجر رشيد. النسخة الأصلية للأسف موجودة بالمتحف البريطاني بإنجلترا. شامبليون كان عنده 9 سنين يوم ما اكتشفوا الحجر، وبعد ما أصبح عالم باللغات القديمة اكتشف أول نور في فك طلاسم اللغة المصرية القديمة. حجر رشيد متقسم لثلاث أجزاء ومكتوب بثلاث خطوط مختلفة. الخط الأولاني هو الخط الهيروغليفي اللي هو الخط الرسمي في مصر القديمة. الخط الثاني هو مكتوب بالخط الديموطيقي، والخط الأخير هو مكتوب باليوناني القديم. ولأن شامبليون كان دارس كويس جداً للغة اليونانية القديمة، قدر يستنتج أنها رسالة شكر مقدمة لملك بطليموس. ولأن بطليموس مكتوب 6 مرات، قال إن أكيد الاسم مكتوب في اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي 6 مرات، ودي كانت أول نور في فك طلاسم اللغة المصرية القديمة.